عاجل تقمزي وتنطي فوق راسي مثل السعداني. خلصنا بقى. امي دخلت شفيه صارت الساعة 12 بالليل ولهلا ما اجى. مع ابو شدعان ابو بطيخ. هو لانه مع هذا ابو بطيخ ابو شدعان انا خايفة. بالعكس، لانه مع ابو بطيخ ابو جدعان لازم ما تخافي، لانه ابو جدعان ما تشوفيه هيك بس طيب ويلي بقلبه على راسه ثاني مثل القط الصغير. تتلوقي وليه؟ انا رايح بلغ الشرطه. لك ليش الشرطه؟ لك شو الشرطه؟ مع الشرطه صارت الساعه 12 ولا ما بين وخرج ولا يعود ليكون صاير معهم شيء. مشلوشين انت واخوه. ها اسمع اسمع صوتهم جايين عم تكركروا بالحاره. فوتي فوتي. ليش لهلا؟ فوت بحكي لك جوا تعال. ليش لا بدك يا امي؟ فهميني ليش تاخرتي؟ عمك ابو جدعان من يوم ورايح لحدا ينادي لي ابو جدعان ابدا. ها ليش يا ابي كمان مستحي من اسمك؟ انا طول عمري ما كنت استحي لحتى استحي هلا، بس حاسس انه شبوبيتي عم ترجع لي وابو جدعان عم يكبرني. شو بتحب النادي لا؟ ممدوح. عمك ممدوح اخذني عند كوات الشعر. كوت لو انا ما كوت لي. للساعة 12 امي، للساعة 12 عم تكوي شعري؟ لك لا، ما رضي الا ياخذنا لاخر الخط يشم من الهواء، وما رضي الا من هنيك نروح على الرب وين نتعشى. عشاها ولقبها وقال تركني مثل الدبة على الطاولة.